حضرة الفاضل والأخ العزيز الأستاذ دكتور معالي وزير الأوقاف دكتور محمد مختار جمعة رئيس مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ورئيس المؤتمر، السادة أصحاب المعالي الوزراء الحاضرين معنا. حديثي معاكم حيتركز في 3 نقاط. عايزين نشوف التطور اللي مرت به الدولة عشان نوصل لتعريف الدولة الحديثة، علشان نوصل في النهاية إلى نقطة شائكة بقدر ما هي شائقة عن مسألة الخلافة وما حقيقتها في العصر الحديث، هل هي تعد تتناسب مع هذا العصر أم لا تتناسب. الدولة فكرة مرنة كما قلت تطورت عبر القرون حتى وصلت لمفهوم الدولة الحديثة. في البداية كان عندنا إمبراطوريات شرقية قديمة، بلد ما بين النهرين ومصر الفرعونية، واللي كان الحكم فيها على أساس ديني، إما إن هو يكون الإله أو ابن الإله. تطور بعد كده الأمر في نظام دولة المدينة في اليونان القديم عن طريق تجمع العشائر القبلية التي اتخذت مساحة معينة جغرافية، وظهرت فيها ولأول مرة فكرة الوطنية الإقليمية، نظام دولة المدينة عن طبقة اسمها المواطنون الأحرار والذين ولدوا في أثينا. المرحلة اللي بعد كده لقينا فيه فلاسفة ومفكرين في اليونان القديم على رأسهم أفلاطون وتلميذه أرسطو. أفلاطون في الدولة المثالية اتكلم على 3 وظائف في الدولة. الوظيفة الأولى اللي هي وظيفة الحكم والسياسة، ودول يختاروا من بين طبقة المحاربين، 2 طبقة المحاربين واللي بيدافعوا عن كيان المدينة، 3 وظيفة الإنتاج اللي بيقوم عليها أصحاب الحرف. تلميذه أرسطو كان أكثر واقعية، اتكلم على مبدأ الفصل بين السلطات، وكل العالم الحديث مدين لأرسطو إن هو وزع السلطات على 3 اللي هي السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية. وصلنا لروما القديمة، حضراتكم عارفين إن روما القديمة مرت ب3 عصور: العصر الملكي، العصر الجمهوري، عصر الإمبراطورية العليا والسفلى. خلال هذه العصور لقينا إن السلطات بتتوزع على أكثر من جهة. في العصر الملكي مثلا لقينا بين الملك ومجلس الشيوخ ومجلس الشعب. في العصر الجمهوري لقينا مستحدثات في الوظائف، يعني من الحكام الجمهوريين لقينا حاكم الأسواق اللي هو بيفرض الأمن والنظام، لقينا أيضا حاكم الإحصاء اللي هو بيقوم مقام وزير السكان، لقينا البريتور الحاكم القضائي اللي بيفصل في المنازعات، لقينا الديكتاتور الذي يمارس سلطاته عند ظروف الاستثنائية، وده اللي خده الفكر الدستوري لمواجهة الحالات الاستثنائية اللي بتواجه الدول. بعد كده المرحلة 5 سادت أوروبا سلطة الكنيسة، وسلطة الكنيسة كان لها أثر سلبي في التحكم في الدولة، لأنه كانوا بيعزلوا الملوك والأمراء. انتشرت الحروب الدينية على مدار 30 سنة، انتهت سنة 1648. التاريخ ده حضراتكم تاخدوا بالكم منه، 1648، لأن هو ده التاريخ اللي توقع فيه اتفاقية وستفاليا، وهي دي اللي وضعت مفهوم الدولة الحديثة. من الوقت ده لم معين ويخضعون لسلطة ذات سيادة. أنا مش أركان الدولة، لكن خلوني أتكلم على أهم وظائف الدولة، يعني نشر الأمن والأمان في المجتمع. ودستورنا المصري بيتكلم في المادة 59 أن الحياة الأمينة حق لكل إنسان، والدولة بتلتزم بتوفير الطمأنينة والأمان لكل مقيم على أراضيها. حماية الموارد الطبيعية، وبرضو لقينا أن الدولة بتحمي الموارد الطبيعية في كل دولة. دستورنا أيضا في المادة 32 اتكلم، قال أن موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، والدولة بتحافظ عليها وعدم استنزافها لمراعاة الأجيال. ولقينا المادة 44 بتتكلم على أنه الدولة بتحمي نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية. ولقينا المادة 45 من الدستور أيضا بتتكلم على أن الدولة بتحمي بحارها وشواطئها وبحيراتها ومحمياتها الطبيعية. أيضا الدولة من بين وظائفها أنها تقوم على الحاجات الضرورية للشعب، زي مرفق التعليم ومرفق الصحة ومرفق الأمن.
وحماية الأمن القومي من الأعداء في الداخل والخارج ومكافحة الإرهاب، كل ده موجود. النقطة الأخيرة اللي أنا عايز أوصل إليها، وهي بعد ما اتكلمنا ببساطة شديدة وفقا لأفكار دون الدخول في أي تفاصيل عن مسألة الدولة وإزاي تطورت حتى وصلت للعصر الحديث، مسألة الخلافة. لأن معظم الجماعات الإرهابية بتتخذ من مسألة الخلافة وسيلة للاستيلاء على السلطة في جميع البلدان. حضراتكم عارفين ان بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم في عام 11 هجرية اتفق المهاجرين والانصار على ان تولي الخلافة لابو بكر الصديق، ثم خلافة راشدة، بعدها خلافة اموية على شكل ملك وراثي، بعدها خلافة عباسية على شكل ملك وراثي، بعدها دويلات اسلامية، بعدها خلافة عثمانية. نقف بقى عند الخلافة العثمانية، لان سقوط الخلافة العثمانية باعلان مصطفى كمال اتاتورك نهاية الدولة العثمانية وقيام الدولة التركية سنة 1924، وناخد بالنا من التاريخ ده، لأن بعد سنة 1924 وبالتحديد بعد 4 سنوات سنة 1928 ظهرت في مصر جماعة الإخوان الإرهابية على يد مؤسسة حسن البنا، ونادت منذ البداية بإحياء الخلافة بحجة أن دولة واحدة بس هي اللي تحكم العالم، مفيش دول لها تضاريس ولا لها حدود، وإنما يجب أن يكون هناك دولة واحدة هي اللي تحكم هذا العالم، وهم اللي نادوا الكلام ده من 1924 في العصر الملكي، واستمروا على هذا الوضع. أنا عايز أقول أن لا يوجد نص قطع الثبوت والدلالة ينكر وجود الدولة، مفيش نص قطع الثبوت والدلالة ينكر وجود الدولة أو يوجب أن ينصب المسلمون جميعهم في جميع الأمصار والأقطار بدون حدود رئيس واحد أو أمير واحد في كافة الأمصار وتبقى دولة واحدة. مفهوم دولة الخلافة بيتناقض مع مفهوم الدولة الحديثة الآن، لأن معناها أن أنا عايز أهدم الدول وأهدم حدود الدول وأهدم استقلال الدول، وده هيؤدي إلى فوضى للبشرية. نظام دولة الخلافة اقتضته الظروف التي واكبت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاته كان الأمر مستقر بين الصحابة على من يتولى الخلافة، لها ظروف تاريخية من أجل نشر الدين الإسلامي الجديد في ذلك الوقت. نموذج الخلافة عايزين نفرق بينه وبين أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، لأن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، وذلك استجابة لكافة المستجدات والوقائع والنوازل المستجدة، بينما الخلافة تقف عند حد معين. في النهاية السطر الأخير أن الجماعات الإرهابية تتخذ من الدين ستارا بدعوى الخلافة لإنكار وجود الدول وتدمير كياناتها، ويجب ألا تغفل الدول عن مواجهتها وألا تغمض العين عنها برهة من الزمن. هذه البرهة كلفت دولا كثيرة بالانهيار وتشتتت شعوبها وأحل الرعب في نفوسهم، فمحاربة الجماعات الإرهابية بحجة الخلافة هو حماية. وأشكر سيادتكم وأشكر المنصة الكريمة ومعالي وزير الأوقاف المصري الذي أتاح لنا هذه الفرصة للقاء بحضراتكم. لن أعود إلى المداخلة الثانية. فضيلة الشيخ شعبان رمضان مباجي، قبل أن أحيل إليكم الكلمة وأنتم ستحدثوننا عن فقه التسامح مع الغير، لا بأس أن أجمل ما ذكره أخونا الأستاذ الفاضل محمد عبد الوهاب خفاجي، ولا أريد أن ألخص ما قال لأنه كلام ملخص عندما تحدث عن مفهوم الدولة وتطورها تاريخيا وتطور اسمها وتطور مهامها، ومفهوم الدولة العصري الذي يحدد عناصرها الثلاثة من الإقليم والشعب أو الأمة والسلطة ذات السيادة، ثم تحدث عن مهام الدولة المختصرة في الحماية والرعاية، سواء كانت ما يتعلق بمقدراتها أو ما يتعلق بمواطنيها وساكنيها أو ما يتعلق برعاياها ومصالحها الإقليمية والدولية. أشكر لكم ما تفضلتم به. أحيل الكلمة إلى فضيلة الأستاذ الدكتور أو الشيخ مفتي أوغندا الشيخ شعبان رمضان مباجي من أوغندا. أهلا وسهلا بكم سيدي، تفضل ولكم من الوقت 10 دقائق. شكرا سيد رئيس الجلسة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
وبعد، أولا أقدم الشكر لمعالي الرئيس الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، رئيس وزير الشؤون الدينية ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية على دعوتنا لحضور هذا الملتقى القيم، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لما فيه خير للأمة الإسلامية. أولا، موضوع ورقتي هو بخصوص فقه التسامح مع الغير، فإن موضوع التسامح مع الغير من أكثر الأمور دقة وأشدها تصورا وأصعبها استيعابا في العصر الحاضر، سواء كان هذا التعامل مرتبطا بالفكر والاعتقاد أو متعلقا بالسياسة والاجتماع أو دائرة في المال والاقتصاد أو غير ذلك. والاختلاف بين الناس سنة كونية اقتضتها الحكمة الإلهية، وهو شامل لكل جوانب الإنسان وحياته، فهو يختلف مع غيره في الألسن والألوان وفي الأجناس والطبائع وفي العقول والأفهام وفي المطالب والرغبات، كذلك التفاوت في الميول والاهتمامات، والحاجة ماسة إلى معرفة الأسباب لهذا الاختلاف وحكمته وضوابط التعامل مع المخالفين على اختلاف أنواعهم، كي يحقق هذا التعامل ثمرته هو يخفف من الخلاف حدته ويمهد للوئام سبيله. وقد تناولت هذا الموضوع فقه التسامح مع الغير في 4 مباحث على النحو التالي. المبحث الأول عرفت فيه بمصطلحات عنوان البحث، والمبحث الثاني خصصته للحديث عن نشأة التعامل بين الناس على اختلاف عقائدهم وأنظمتهم، والمبحث الثالث جعلته امتدادا للذي قبله، فذكرت فيه تطور العلاقات بين المسلمين وغيرهم بعدما قامت لهم دولة واقتضت ظروف أن يتصلوا بالآخرين ممن يوافقهم في الدين في الجملة أو يخالفهم في العقيدة والفكر والرأي، وذلك من أجل توضيح الحقيقة للجميع. والمبحث الرابع والأخير بينت فيه أنواع المخالفين الذين يجري التعامل بينهم وبين المسلمين، لأن سنة الله قاضية على التنازع في الشر والخير، وكذلك الصلاح والفساد والحق والباطل والفكر والإيمان إلى قيام الساعة. أما بالنسبة للتعريف بمصطلحات العنوان، تعرضت إلى معرفة الفقه اللغة وكذلك فقه شرعا ومعنى التسامح ومعنى الغير، هذا لن أتطرق فيها لأنه معلوم لدى الجميع. وأما المبحث الثاني فذكرت نشأة التعامل مع الآخرين. المجتمعات البشرية مثلها مثل الأفراد، لا يمكنها أن تعيش منعزلة عن بعضها البعض، حيث إن كل مجتمع منها على اختلاف عقيدته لا يمكن أن يوفر كل شيء من متطلبات حياة أفراده بنفسه، فكان لابد من الاتصال مع المجتمعات الأخرى لتبادل المصالح والمنافع بينها وسد ثغرة النقص لديها. وهذا يقتضي تعامل مع الآخر أو مع الآخرين بالإشارة إلى الأمور الآتية في 3 مطالب. الأول، ضرورة التعامل مع الآخرين. إن حاجة المجتمعات البشرية لبعضها البعض أنتجت عددا من التعاملات التي هي بمثابة حقوق وواجبات ينبغي حفظها لأصحابها وبذلها لمستحقيها، فمن أجل ذلك كله كان لابد من تنظيم العلاقات بين المجتمعات البشرية على اعتبار أن لكل مجتمع كيان مستقل بحد ذاته، له حقوق مترتبة على تعامل مع الآخرين وعليه واجباته تجاههم. ومن هنا بدأت فكرة العلاقات بين المجتمعات البشرية وسادت بين البشر منذ القديم مجموعة من العادات والأعراف التي تضبط هذا المجال، والتي كان لها مكانتها بين الشعوب المختلفة واحترامها عند كثير من الأمم في قديم الزمان حديثه. المطلب الثاني، جذور التعامل بين المسلمين وغيرهم.
لما بدأ قريش تضايق النبي صلى الله عليه وسلم وتؤذي من آمن معه من أصحابه، وعلم صلى الله عليه وسلم أنه لا يستطيع أن يقدم لهم شيئا من الحماية وأن يرد عنهم الأذى، أمرهم بالخروج إلى الحبشة قائلا لهم: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عهد عنده أحد، وهي أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجا. وكان في مقدمة المهاجرين عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم والآخرون كما هو في السيرة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الاتصال الخارجي قد وضع أولى خطوات نحو إقامة تعاون وتعامل وعلاقات خارجية تتجاوز حدود شبه الجزيرة العربية، باحثا عن أرض يعبد فيها المسلمون ربهم بعيدا عن إيذاء قريش. والمطلب الثاني تعزيز جذور التعامل بين المسلمين والآخرين. كان أولى خطوات الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة المتعلقة بتعامل المسلمين مع غيرهم هي وضع نظام خاص يحكم هذه العلاقات، وخصوصا أن المدينة كانت مقرا لليهود وموطنا لكثير من مشركي العرب، فكان ما يسمى بالصحيفة كما سبق أن ذكره من سبقني بالتفصيل، فلن أدخل في بنود هذه الصحيفة. فهذا تأسيس لنظام التعامل مع الغير. ثم المبحث الثالث تطور التعامل والتسامح بين المسلمين وغيرهم. ففي هذا المطلب الأول هو تأسيس نظام السفارات في الإسلام. لما فرغ الرسول صلى الله عليه وسلم تنظيم علاقات أهل المدينة على اختلاف مللهم وقاعدهم ووظائفهم، قام بخطوة جريئة تمثلت في مخاطبة ملوك الدول غير الإسلامية ودعوتهم إلى الإسلام، وفيما يلي نماذج السفراء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مختلف الدول. الأول هو معاذ بن جبل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأوصاه بالوصية الطويلة كما تعرفون، وبهذه الوصية: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فعلمه أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات، إلى آخر ما جاء في الحديث. هذا هو صفير النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. ثم عمرو بن العاص الذي بعثه إلى جيفر وعبد الله بن جلندي ببلاد عمان سنة 8 للهجرة. هذا هو صفير الرسول صلى الله عليه وسلم إلى تلكم الدولة. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة السهمي الذي بعثه إلى كسرى ملك فارس في محرم سنة 7، كتب له كتابا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي الأمي إلى كسرى عظيم فارس، سلام على من اتبع الهدى ومن آمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، إلى آخر الحديث. هذا أيضا سفير النبي صلى الله عليه وسلم في العلاقات الخارجية. وحاتب بن أبي بلتعة سفير الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مقوقس ملك الإسكندرية عظيم القبط. ثم العلاء بن الحضرمي الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنذر بن ساوى ملك البحرين. كانت هذه الصورة عامة عن تطور التعامل مع الدول الأخرى التي تحكمها أنظمة مخالفة للإسلام ومغايرة لأسسه ومبادئه، وكيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أن ينشر دعوة الله تعالى وأن يبلغ الناس رسالة الإسلام وأمن رسالة الإسلام والأمن والاستقرار كما أمره ربه. والمطلب الثاني تأمين الرسل والمبعوثين حتى يتمكن المبعوث من أداء رسالته والقيام بعمله، فلا بد من تأمينه وحمايته وبسط الأمن والسلام له. وقد وصل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك إلى مدى بعيد من غير استثناء من بين مبعوث مسلم وغير مسلم. ومن ذلك نموذج النواح بن أسامة بن أثال، قدم
على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة برسالة مسيلمة الكذاب مضمونه من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله سلام عليك أما بعد فإني قد أشركت في الأمر معك وإن لنا نصف الأرض ولقريش نصف الأرض ولكن قريشا قوم يعتدون إلى آخر الحديث فالنبي صلى الله عليه وسلم قيل أنه لما سئل فما تقولان قال نقول كما قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما فهذا دليل على تسامح أو تأمين الرسل و لخص إن شاء الله لخص في نصف دقيقة فمن هنا نرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإسلام وضع أسسا لتأمين السفراء الذين يبعثون إلى دول غير المسلمين فمن باب أولى أيضا ألا هذه الدول ألا تمس السفراء بأي شر أو ضرر وفي الختام هناك أيضا التسامح يعني أكمل رسالتي بمثل أصناف الغير من حيث موقفهم من دولة الإسلام هناك تسليم للمخالفين محاربون ومقاتلون وإما معاهدون ومسالمون هذا أيضا لهم كيفية التعامل معهم في الإسلام ثم لأن المعاهدين الصنفان من هم لهم عهد مؤقت يدخلون دار الإسلام لقضاء حاجة عاجلة ثم يرجعون إلى بلدانهم ويسمون المستأمنون أو الأجانب وهؤلاء يتم إليهم عهدهم إلى مدتهم ومن لهم عهد دائم وأمان مؤبد يقيمون في دار الإسلام بصفة دائمة سمون أهل الذمة وفي الختام هناك مراتب التسامح عند المسلمين وغيرهم ودرجاتها وهذه كلها موضوع في بحثنا ونشكر لكم على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أظن أن الإخوة القائمين على تنظيم هذا المؤتمر سيستفيدون مما كتب ويظهر بين يديك أنه كتاب متكامل بمقدمته وخاتمته ونتائجه وأشكر لكم الحديث عن التسامح كمبدأ من مبادئ الإسلام لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح يعني يعجز البيان أن يأتي بأعجز بأوجز وبأعجز كلام حين قال بعثت بالحنيفية السمحة وما أجمل أن يعلمنا أن السماحة ليست فقط في التعاملات الدولية في التعاملات الكبيرة في التعاملات الجسيمة ولكن حتى في البيع والشراء فالمؤمن سمح إذا باع وسمح إذا اشترى وهي إشارة إلى أن المسلم يتعامل بالتسامح في كل حين وآن يوميا يعني معاملاتنا يوميا من شراء الحليب والخبز وما إلى ذلك مما يحتاجه ويقتات به الإنسان في حياته في كل تعامله يتعلم مبدأ التسامح ولكن قد تتفقون معنا بأن التسامح من حيث التنظير لنا فيه أفق واسع ولكن نحتاجه في التطبيق لأن التطبيق هو الذي يعني نجتمع من أجله لكي نحدد خطة كيف نتعامل بالتسامح ونترك ما يثير الشنآن وما يثير الكراهية وما يثير حفائض الناس لأن أحيانا بعض المصطلحات تقف على طرف كبير من التعامل ولكن يصعب أن نجسدها إلا في إطار مؤسساتي وما تقوم به وزارة الأوقاف في مصر الشقيقة هي حقيق بأن وجدير بأن تصل بنا إلى هذا الهدف السامق معا السادة معالي أصحاب المعالي الوزراء والأصحاب الفضيلة العلماء أشكر له أيضا تنويه ببعض النماذج في التعامل مع الآخر وكذلك ما ذكره من صحيفة المدينة التي كانت عنوانا وديباجة في هذا اللقاء اليوم
هي وكذلك اتفاقية نجران وغيرها من الاتفاقيات، حتى حلف الفضول الذي كان قبل الإسلام، كلها تشير إلى هذه المعاني الكبيرة من سماحة الإسلام والعيش معا ونبذ كل ما من شأنه أن يثير الشنآن والعداوة والكراهية. أشكر لكم مجددا فضيلة الشيخ شعبان رمضان مباجي وكذلك التزامكم بالوقت، بارك الله فيكم. واسمحوا لي أن أقدم فضيلة الشيخ نائب مفتي موسكو روشان عباسوف من روسيا، وقد طلب من أتركه في الأخير، وقد أجبته لهذا الطلب مخالفا للتنظيم الذي عمل به في البرمجة، ولكنني سماحة الشيخ نعم لكنني شكر الله لك، شكر الله حتى لا يخالفني بعد قليل في التوقيت، فأنا أعطيته هذه حتى يعطيني التي أريد. الجلسة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أولا اسمحوا لي أن أنقل إليكم تحيات وأطيب تمنيات من الإدارة الدينية لمسلم روسيا الاتحادية وإخواتكم الأئمة والمفتيين برئاسة سماحة المفتي الشيخ راو عين الدين المفتي العام لروسيا الاتحادية ورئيس الإدارة الدينية ومجلس شورى المفتيين لروسيا. يشرفني اليوم الحضور والمشاركة بين نهبة من العلماء، وأخص بالشكر الجزيل معالي الوزير محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لدعوتنا واستقبالنا بالحوافة. واستدرارا أريد أن أشير إلى أن العلاقات الروسية المصرية تاريخية، وأن مصر وروسيا طورت علاقاتهما في ظل العلاقات الوثيقة بين الرئيسين فلاديمير بوتين وعبد الفتاح السيسي. وتجدر الإشارة إلى العلاقات الروسية المصرية في المجال الإسلامي أيضا قوية، ونعتقد أن هذه العلاقات الدينية جزء لا يتجزأ من العلاقات الروسية والمصرية العامة، ويرجى الفضل التطوير العلاقات الإسلامية إلى مؤسسات الدينية غريقة في جمهورية مصر العربية. ورجوعا إلى عنوان لمؤتمرنا، وهو عقد المواطنة وأثرها في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي، وموضوع جلستنا تطور مفهوم الدولة، فاسمحوا لي أن أخذ بين أيديكم وألفت نظركم إلى تجربة روسيا في مجال علاقة الدين والدولة، حيث كما تعرفون كانت روسيا قبل ثلاثة عقود من الزمن دولة ملحدة، ومع انهيار الاتحاد السوفيتي ونشوء روسيا الحديثة أصبحت أمام روسيا ضرورة صياغة السياسة الدينية الجديدة وتطويرها وفق مقتضيات العصر والحريات الدينية المعلن عنها دولية، ورقمة وانتشار الانترنت في الأونة الأخيرة. فمرور روسيا بالأحداث المختلفة في تاريخها الحديث يشير إلى أن هناك علاقة عكسية بين مفهوم الهوية الوطنية لدى المواطن الإرهاب، حيث كلما ضعف مفهوم الهوية الوطنية تقوى ظاهر الإرهاب، ونجاح روسيا في القضاء على الإرهاب يعول بشكل كبير على تطوير مفهوم المواطنة، وانعكست ذلك على المجال الديني بشكل التالي. أولا،
أثبتت روسيا دستوريا يعني للأديان التقليدية لدى المجتمع الروسي، وأشركت حكومة روسيا مؤسسات الدينية في صياغة القوانين الروسية المتعلقة بالمجال الديني، وسمحت روسيا بإجراء كل الطقوس الدينية للمؤسسات الدينية رسمية، وسمحت بالتوسع الرعاوي والدعوية للأديان التقليدية الروسية. وثانيا، من الإنجاز التي لابد من الإشارة إليها هو تهيئة كافة الظروف لإظهار وإبراز الجانب الإنساني الاجتماعي الخيري للأديان التقليدية في روسيا من قبل الدولة الروسية. فتصارع وتسابقت الجماهير من تابع الأديان إلى خدمة المجتمع ورعاية من يحتاج إليها والتقوية والتعزيز المجتمع، لا إلى التحريب والمس منه. فتطبيق هذه الأدوات تطور ملحوظ غير مسبوق للدولة الروسية في مجال علاقات الدين والدولة. وكما تعرفون تاريخا الإسلام في أراضي روسية يعني تاريخ كبير أكثر من 1000 سنة، وهذه السنة إن شاء الله فخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن أن يكون فعاليات كبيرة لمرور 1100 سنة كقبول الإسلام رسميا في دولتنا في منطقة البلغار، هي جمهورية تترستان حاليا، وإن شاء الله سيكون فعاليات كبيرة، ونحن ندعوكم إلى هذه فعاليات بإذن الله تعالى، سيكون المؤتمرات وأيضا الندوات. ومرة أخرى أريد أن أشكركم على دعوة كريمة، وجزاك الله خير، شكرا جزيلا. أريدنا لو أنكم أضفتم إلينا بعض البشائر وبعض المعلومات التي تسعدنا وتسعفنا كباحثين وكمنظمات إسلامية في العالم وكممثلي لقطاعات شؤون دينية والأوقاف في العالم العربي والإسلامي. أشكر لكم هذا التوصيف التاريخي لحضور الدين في روسيا قبل مرحلة الإلحاد ورفض الدين والمنظومة الدينية أساسا، ثم هذا التحول الجديد الذي نسأل الله تعالى أن يبارك فيه من خلالكم، من خلال نظرتكم وما تفيدون فيه من إبراز الجانب الاجتماعي والإنساني في الديانات، كما ذكرتم أنتم تسمونها الديانات التقليدية. ونرجو الله تعالى أن توفقوا، ونحن معكم وكل الحاضرين يسندون جهودكم في خدمة الدين وخدمة الإنسان. وقد وفرتم 3 دقائق أو 4 دقائق للحضور الكريم، فأشكر لك هذه السنة الحميدة، ولكن زميلي على يساري سيأخذها يعني شئت أم أبيت، لأنه ما زال عندنا وقت. أردت فقط إخواني أن أقول بأن ما اصطلح عليه بمعرفة بموضوع وثيقة المدينة المنورة أو اتفاقية نجران أو ما يسمى أيضا بصحيفة وثيقة الفضول أو حلف الفضول وغيرها مما تفضل السادة المشايخ بذكره في هذه الصبيحة، لو درست من ناحية كمية للمصطلحات الواردة فيها، وقد فعل ذلك، لوجدنا أن الإشارة إلى الجانب الاجتماعي والإنساني والعلاقات تمثل أكثر من 28% من مجموع هذا النص. ولو تحدثنا عن ما يسمى بالعلاقات السياسية العسكرية، أي حماية الرعاية حتى لا يسلط عليهم ظلم ولا يكون فيهم حيف، لوجدناها تمثل حوالي 22%، بينما إذا تحدثنا عن العقيدة وما فيها من معاني المعتقدات وجدناها أقل بكثير، تتحدث عن حوالي 15%. القضاء نفس الشيء، حماية الرعاية وهم سواسي أمام القانون، لأن الدولة ترى أن أساسها الأول هو العدل، وقد ذكرنا مرة ما ذكره الإمام الماوردي في الأحكام السلطانية، العدل
أقوى جيش وأهنأ عيش، وهذا ما تسعى إليه الدول الحديثة كي توفره. فإذا توفر العدل توفرت الطمأنينة والسكينة، وعاش الناس في رفهنية العيش لا يسوءهم من يريد بهم الشر. أشكر لكم مجددا، وأنتم من تحدث عن علاقة الدين والدولة في روسيا، شكر الله لكم. وأعود إلى المتدخل الأخير فضيلة الأستاذ أخي محمد بشاري الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات الإسلامية بأبوظبي، وسيحدثنا عن تطور مفهوم الدولة قديما وحديثا من منظور إنساني، كلها موضوعات مهمة. مرحبا بكم، تفضلوا ولكم من الوقت 10 دقائق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أول بدء البدء، الشكر موصول إلى مصر قيادة وحكومة وشعبا وأزهرا وأوقافا، وإلى أصحاب المعالي الفضلاء من الوزراء وقاضي القضاة فلسطين، ومعالي الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية وأصحاب السعادة والسماحة من المفتين والقيادات العمل الإسلامي. وأشكر معالي رئيس الجلسة أخي وأستاذنا الدكتور يوسف بالمهدي وزير الأوقاف وزير الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر الحبيبة والشقيقة. أنا في الحقيقة البحث عندما كلفني معالي الدكتور محمد مختار جمعة بالبحث قبل 6 أشهر بدأت فيه، وأعترف بأنني قد أرهقني، حيث خرج البحث في 163 صفحة وبوبته في باب واحد، معنى أن في باب ثاني سوف يأتي، لأن كان الموضوع حول التطور المفاهيم والدلال لمفهوم الدولة من خلال النظريات المؤسسة لمفهوم الدولة، سواء كان نظرية الدولة الديمقراطية أو نظرية التطور الأثري اللي كانت عند أرسطو، أو التطور التاريخي الاجتماعي على أساس أن الدولة نتيجة للتطورات الاجتماعية، أو الدولة كنظرية طبيعية في المفهوم التطورات الطبيعية، أو في الآخر اللي وصل إليه أخي الأستاذ إلى نظرية العقد الاجتماعي الذي أرسى قواعده عندنا ابن خلدون وطوره في الغرب كل من توماس هوبز وجون لوك وجون جاك روسو وإرنست رينان وغيرهم، الذين أرسوا بأن الدولة الحديثة هي هذا التقاسم السلطة بين السلطة وبين الشعب في إطار عقد اجتماعي. وذهب فقهاء المسلمين إلى استنطاق كل الوثائق الإسلامية من وثيقة المدينة وحلف الفضول، من الوثائق الموجودة في تراثنا الفقهي وتراثنا الإسلامي، على أساس أنه أسس لقواعد ما يسمى بالدولة المواطنية. أنا عندي وقفة، هو أن بعد التطور عند نظرية الدولة عند الجريك والرومان، عند الإغريق والرومان، نظرية العرب أو نظرية الدولة عند الدولة الإسلامية، وأنا عندي توقف حول هذا الموضوع، لم أجد في كتب التاريخ وكتب التراث ما يسمى بالدولة الإسلامية، لم يجد، ولا لم يكن هذا المصطلح معروف في كتب التراث. هذا المصطلح وجد في القرن 19 والقرن 20 بعد النكسة والنكسات والاستعمار وسقوط الخلافة وغيرها، بدأ هناك تأصيل وتنظير في صراعنا مع النظريات الأخرى، سواء كان النظريات الغربية أو التغريبية، أو نظرية الدولة القومية عند الأحزاب البعثية والقومية، أو نظرية الدولة عند الإصلاحية الدينية التي رأيناها في الثلاثينات والأربعينات وقبلها مع محمد عبده وغيره. إذن كمصطلح نظرية الدولة الإسلامية لم توجد، بأن العرب عرفوا ما يسميه محمد عابد الجابري بأنه عرف الدولة الأقوامية، ك
كانت هناك دولة بنو 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 خالد وبنو حمدان ودول كثيرة كانت تحمل أسماء مؤسسية. فإذا هناك أن هل الإسلام بالفعل أرسى بنى دولة تسمى بدولة إسلامية، أم كانت وظيفة الإسلام هي وضع قواعد وأسس لإدارة الشأن العام ما يسمى بالحكم؟ وهذا كان سبب مشكلة أو الإشكالية التي طرحها علي عبد الرازق في كتاب أصول الحكم في الإسلام، والذي صارت له إشكالية كبيرة بين فقهاء المسلمين يومها وبين الحاكم الملك فؤاد الذي كان ينتظر أن يبايعوه المسلمون كخليفة للمسلمين بعد سقوط الخلافة العثمانية في 1924. في عهد ما يسمى بالخلافة الأموية والخلافة العباسية والخلافة العثمانية لم تكن هناك كذلك دولة مركزية، كانت هناك دول أخرى، كانت هناك حضارات دول وأمم أخرى. كانت هناك الدولة الأدارسة في الغرب الإسلامي، وهناك إحياء للدولة الأموية مع عبد الرحمن الداخلي، وهناك دولة المرابطين، وهناك دولة الموحدين، هذا كله في الغرب الإسلامي. وكانت هناك خلافة في الشرق، إما في بغداد أو في دمشق، وبعدها ما صار في إسطنبول. إذن لم تكن هناك خلافة ما يسمى بالخلافة الإسلامية. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت هناك دولتان، كانت دولته في المدينة، دولته ودولة النجاشي، ولم يعلن هناك خلافة. إذن الخلافة هي أداة وآليات إجرائية وليست تعبدية. طرح الجماعات الإسلامية تريد أن توصلنا إلى ماهية الدولة، وليست الدولة كما فسرها فقهاء القانون وكل فقهاء سواء الدستوريين أو الشرعيين، بأن الدولة هي أداة اجتماعية لتنظيم وتأطير الشأن العام. طيب أخي تكلم عن الدولة ثلاث شروط، اللي هي السلطة والجغرافية والشعب. السنة الماضية أضفنا في هذا المؤتمر بأن الدولة الوطنية هي إحدى الضرورات الستة. الحفاظ على الدولة الوطنية أمام الانزلاقات وأمام التمزقات وأمام الإثنيات، لا بد أن يكون هناك ما يسمى بالدولة الوطنية. ولهذا نقول بأن هناك شرط رابع للاعتراف بالدولة، اللي هي الشرعية الدولية. لا يمكن أن تكون هناك عصابة من الميليشيات الحوثية أو من داعش أن تستولي على رقعة، على جغرافية، وأنها تؤصل لسلطة وأن يكون لها شعب وسوف أعترف بدولة الحوثية أو بالدولة داعش. لا، لابد أن تكون هناك كذلك شرعية دولية، أي أمم متحدة وقوانين وهذا ما نعرف عليه يعني من التنظيمات القطرية. أختم بشيء، هو أن مفهوم الدولة عند فقهاء القانون والدستور يختلف اختلافا تاما عن مفهوم الدولة عند الكيانات والجماعات الإيديولوجية من الإسلاموية ومن البعثية ومن القومية وغيرها. عندهم هي غائية، والتنظيم فوق الأمة والجماعة فوق الدولة، حتى قال مرشدهم السابق طز في مصر، بمعنى أنهم لا يعترفون بالحدود السياسية للدولة، ولا يعترفون بقيمة الدولة الأمة التشاركية بين الشعب والسلطة حفاظا على أمن الدولة. الدولة العابرة للقارات التي لا تعترف بالحدود وتكسرها من أجل سيطرة حكم المرشد أو حكم ولاية الفقيه. الجماعة الخمس العابرة للقارات من تنظيم الإخوان المسلمين وحزب التحرير وولاية الفقيه وقاعدة وداعش لا تؤمن بالدولة
الدولة الوطنية. إذن نحن نقول بأن الدولة الوطنية اليوم هي من الضروريات الستة، ويجب الدود عليها ويجب الدفاع عنها، وهذا لا يتناقض مع مقتضيات الشريعة الإسلامية ومع الأصول المعتمدة في ديننا الحنيف. لا بد من هناك غربلة والنظرة أخرى لتراثنا، كيف تناول موضوع التشكيلات التي كانت في تاريخنا، أنه عندما كانت هناك دولة الموحدين وتصل إلى السودان، كانت أنها اجتمعت على عقيدة واحدة الأشعرية وعلى مذهب مالك، وعلى فهناك قواسم مشتركة وحدت وشكلت دولة، في حين كانت هناك دولة مركزية في دمشق أو في بغداد أو في إستانة التي كانت تختلف. ومع ذلك كان هناك الدعاء في الصلوات وفي المساجد المسلمين للخليفة. عندما عقد الملك محمد بن عبد الله اتفاقية مع ملك فرنسا، كانت في الاتفاقية ضمن الاتفاقية مع رغم العداوة والمشاكل التي كانت عنده مع الأتراك، إلا قال أنه لا تمسوا إخواننا الأتراك بسوء، مع أن كانت هناك روح إسلامية. ولهذا نحن عندما ندعو إلى الوحدة الإسلامية لا ندعو إلى الوحدة السياسية، لأننا نحترم سيادات الدول ونحتمل سيادة الدولة القطرية، هي حقيقة وهي موجودة. نحن ندعو إلى الوحدة الفكرية والمصيرية للأمة الإسلامية. أشكركم. المجلس العالمي للمجتمعات الإسلامية أبو ظبي على هذه المحاضرة التي بلغت صفحاتها في جزئها الأول 163 صفحة في تطور مفهوم الدولة قديما وحديثا ومن منظور إنساني، ونأمل إن شاء الله أن يصدر له كتاب بهذا العنوان إن شاء الله، وهو طبعا جدير به وكثيرا ما يتحفنا في هذه المؤتمرات. وقد تحدث عن التطور التاريخي فلسفيا أشبه ما ذكره فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي قبل قليل فلسفيا، ووصل به إلى موضوع النظرية الطبيعية وتطورها أيضا كما تتطور الأشياء، إلى الخلاصة التي تتحدث عن العقد الاجتماعي الذي يشكل أرضية الاتفاقية أو الوثيقة الأصلية والميثاق الذي يتعارف عليه ساكنة في جغرافية ما في سلطان ما. وتحدث عما أبدعه إمامنا عبد الرحمن بن خلدون رائد علم الاجتماع، وكذلك في الجهة الغربية من جون لوك وجاك روسو وغيرهم من الفلاسفة. تحدث على أنه ينبغي أن نعود إلى كتب التراث لنعرف ما هي المصطلحات والدلالات التي يعتمدها بعض من شطت به الدار وظلت به الأفكار وزلت به الأقدام، يريد أن يزيح ما تعرفت عليه الأمة، ولن نجد في ذلك ما يعني يميلون إليه، لأنه فعلا كانت هناك دولة أموية وعباسية، وكانت في الجهة الغربية الأدارسة والمرابطين والموحدين، ولم يشعر المسلم يومها بهذه القيود التي تمنع الدولة الوطنية من أن تحمي حماها وتحمي ذمارها وتحافظ على الدولة الوطنية التي اعتبرها مقصدا شرعيا، وهو ما خلص في المؤتمر السابق الذي لم أحضره ولكنني توقعت ذلك، وقد ذكرت في بداية كلمتي الترحيبية بالسادة المشايخ والحضور الكرام، وأن الأمة مدعوة إلى أن تبحث في تراثها في دراسة واعية كي تستبعد ما يمكن أن يسيء إلى وحدتها الفكرية المصيرية، ولكن مع الحفاظ على مكونات الدولة الوطنية. وهنا أريد أن أشارك أخي الأستاذ محمد بشاري في موضوع ما يسمى اليوم بالانفجار الرقمي وسائل التواصل الاجتماعي التي غزت العالم، وأصبحت اليوم عنوانا من جانب آخر بعيدا عن الفكر الذي تفضل بذكره، ولكنها أصبحت عنوانا مهددا لما يسمى بالدولة الوطنية. هناك حتى في الدول الغربية هناك من ينادي بإلغاء الجنسية أساسا، لأن الإنسان الذي يعيش في الفضاء الأزرق في هذا الفضاء المخبوء كما ذكرنا ذات مرة
يستطيع أن يعيش في كل مكان ولا يحتاج إلى أرض وإلى جغرافيا، وأن يتفاعل مع أصدقاء ويدخل بيوت الناس ويتعرف. ويعني أصبح الناس بهذا الانفجار الرقمي التقني الحديث يدعمون ما يسمى بإلغاء الدولة الوطنية، وهذا ما ينبغي أن نتفطن له. يعني يمكن أن يكون المواطن متفاعلا مع هذه الوسائط، ولكن ينبغي أن يكون ثابتا في الأرض، كما ذكر القرآن الكريم في الكلمة الطيبة: أصلها ثابت وفرعها في السماء. ولا يمكن أن تؤتي من ثمارها وهي فارعة في السماء ما لم تكن ثابتة الأصول في الأرض، تأخذ ماءها ونماءها وهواءها وشمسها وظلها. والإنسان في منبت، كما قال الحق سبحانه عز وجل: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. إشارة إلى هذه اللمسة والمسكة الطينية التي تربط الإنسان بترابه، وليست دعوة جاهلية. فقد كان يقال في يوم من الأيام بأن الوطن وثن، وكان يعزف على هذه السنفونية حتى نحيف، وكان العلم لا يمجد، وكانوا يدعون، كانت بعض الأفكار تدعو إلى عدم احترامه ولا تمجيده، واعتبروه يوما ما وثنا يعبد من دون الله، كأنه لات أو عزى أو مناة الثالثة الأخرى. ولكن حاشا لله، ففي سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وفيما ركز الله تعالى في طبائعنا الفطرية السليمة أن الإنسان يحب وكناته ويحب وكره ويحب مكانه ويحب مسقط رأسه، بل يعشقه، بل يدافع عنه. وهذا الذي ينبغي أن نخلص إليه قبل أن أتيح الفرصة إلى إخواني ممن يريد أن يتدخل أو أن يناقش فيما تبقى لنا من الوقت. الوطن يحتاج منا إلى انتماء، يحتاج منا إلى ولاء، ويحتاج منا تضحية ووفاء. فشكر الله للسادة الأساتذة الأفاضل على ما قدموا كل بما أتيح له من وقت، وأفتح المجال فيما تبقى من وقت في حوالي ربع ساعة تقريبا لمن يريد أن يتدخل. أعدكم عدا ثم نقسم الوقت بالسوية. تفضل شيخ حسن، انتظر قليلا حتى اثنين، نعم، من ثلاثة، أيوة، من الجهة، تفضل، ثلاثة أربعة، السيدة خمسة، وآخر شيء ستة، يكفينا من هذه الجهة، ما فيش، حتى نكون أقرب للعدل والإنصاف. شيخنا قاضي القضاة، لا تريد أن تتدخل؟ شيخنا يمكن احتمال سبعة. طيب، إذن نقتسم الوقت مدام ربع ساعة، يعني دقيقة، دقيقة ونصف. تفضل الشيخ حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الشكر موصول لأخي وابن بلدي معالي الدكتور يوسف على حسن الإدارة وجمال الكلمة وسلاسة العبارة وعمق الفهم. الحقيقة أيها الإخوة، ربما أنا من بلاد الأقليات، لا أحمل هم العدالة والمساواة وتوزيع الثروة وإلى غير ذلك من المصطلحات، ولكننا اكتوينا أيها الإخوة أيتها الأخوات بنار الإرهاب والدمار. هذا الإرهاب العابر للقارات الذي مس بلدي الجزائر في صميم عمقها، وأصاب مصر في سينائها حيث خير أجناد الأرض بعرق جبينهم يزرعون الشجر، يبنون الحجر، ويحاربون أفكار التطرف والإرهاب وخوارج العصر من الدواعش. في دولة هي عمق الأمة وقلبها النابض، يريد بعض الخلوف وبعض الجهال وبعض شذاذ الأفاق العمل على إسقاطها وإيقافها، ويأبى الله إلا أن تبقى مصر صامدة
واقفة تواجه الإرهاب، تجمع الفكرة والوسطية والاعتدال لترسله عبر وزارة الأوقاف والأزهر الشريف في الآفاق. أيها الإخوة، نحن نعاني من 3 نقاط أرسلها رسائلا، وهي إشارات وعبارات لمن أراد أن يعتبر. حركة الإنسان والكون تحتاج إلى فقه يجمع بين فقه النص وفقه الواقع في ظل حركة الإنسان والكون. الأمة أشغلت وحرفت بوصلتها عن الأقصى الذي يهود، لنبقى نستمع إلى أخبار وصواريخ تمس الإمارات العربية المتحدة في بنيانها وعمرانها وأمنها، وتمس بلاد الحرمين قبلة الإسلام والمسلمين من جماعة، اسمعوها مني، من جماعة ماضوية إسلاموية متدثرة بالإمامية تريد الإساءة إلى بلاد الإسلام والمسلمين، موغلة في التاريخ، لا تبني عمرانا ولا تحقق حضارة. هم أقلية يريدون فكرا إماميا لفرضه على الأغلبية ولإيجاد عدم استقرار في البحر الأحمر، وكذلك لإشغال الأمة عن همومها وتوقف الدول عن دعم أقلياتها. وتبقى كلمة أخيرة، شكرا. ما جمعتنا هي يد الرحمن، فلا تتركوا لشذاذ الآفاق من المتطرفين وخوارج العصر والحشاشين أن يصرفون عن مفهوم الدولة الوطنية التي من يقرأ السيرة النبوية نجد أن النجاشي أسسها والرسول أقرها. شكرا شكرا يا أستاذ حسن، وممارسة والسلام وكل السلام والاعتذار. شكرا شكرا، ومعذرة عن المقاطعة، أمارس شيئا من السلطة التي منحت لي. شكرا، شكر الله لك. أستاذ عبد الحميد، باختصار لو سمحت حتى نتيح للجميع التحدث. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله. أنا أتحدث معالي الوزير في نقطتين. النقطة الأولى هي أن المواطنة تعني هيبة الدولة، لابد من المحافظة على هيبة الدولة، لأن الاستخفاف بالقوانين وعدم احترام القوانين هذا الذي نسميه الموروث البغيض الذي يحمله أبناء الشرق إلى الغرب، فتجد المشكلات التي تسببت في الصد عن الإسلام بسبب عدم احترام قوانين الدولة، فهذا أمر مهم. الأمر الثاني وهو الاعتداء الغاشم، وقد سمعنا بالاعتداء بالأمس على مطار أبها في السعودية من هذه الطائفة، يعني التي يعني أسأل الله العظيم أن يخلصنا منها ومن أفكارها، فهي صاحبة العداء لمملكة الخير، المملكة العربية السعودية ولدولة الإمارات العربية المتحدة. أرجو من الله سبحانه وتعالى في هذا الزخم الذي يجمع عقول الأمة الإسلامية والعربية في مشارق الأرض ومغاربها أن نخرج بتأييد تام لشجب ما يحدث في المملكة العربية السعودية وما يحدث في دولة الإمارات العربية. وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا جزيلا أخي عبد الحميد متولي، شكر الله لك. المتدخل أبو الهنود، شيخنا فلسطين. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية الشكر لوزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة على هذه الدعوة وعلى هذا الاختيار الذي جاء والحاجة ملحة إليه في زمن تتقاذف على الوطن والمواطن في أمتنا العربية والإسلامية فتن من كل حدب وصوب. الأستاذ الشاري، مع احترامي وتقديري لبحثه الرائع والمتميز، حيث تحدث على أنه لا يوجد ما يسمى دولة إسلامية، إنما هي دولة
وطنية، ولو جئنا وقلنا إنه كمصر دولة ودستورها يبدأ الشريعة الإسلامية، فلا مشاحة في المصطلحات إذا صلحت النوايا وأردنا لوطننا السلام والأمن والازدهار، مع أنها رفعت شعارات لتغيير النظام في الوطن وكانت براقة وانخدع بها الكثيرون، والواقع أثبت لنا أنها ليست تغيير نظام إنما تدمير أوطان. ولكن من هذه الفتن التي تقاذفت على أوطاننا وأمتنا من جماعات تدعي الإسلام وحركات سياسية قدمت التنظيم على الوطن وقدمت الحزب على الوطن، ولكن الآن ما نجده أخطر من هذا وذاك كما قرأنا في كتب العلماء والباحثين ما تسمى الديانة الإبراهيمية. والديانة الإبراهيمية رأينا أنها ديانة تريد العالم كله ينصهر في بوتقتها لتؤول البلاد إلى المسار الإبراهيمي، وكل أرض وطأها سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام هي لذريته من أبناء إسحاق. شكرا لكم. وما نحن في أوطاننا إلا حكما ذاتي. أرجو من المؤتمر وأرجو من الحضور على المنصة أن يبين لنا موقف الإسلام من هذه الديانة التي وفدت إلينا من خارج وطننا وأمتنا وديننا وإسلامنا. ما موقف الإسلام منها؟ شكر الله لك فضيلة الشيخ، بارك الله فيك على مشاركتكم وسؤالكم. أدعو الفاضلة السيدة الكريمة التي لم أسجل اسمها تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتورة فوزية العشماوي من جنيف سويسرا، ولكني مصرية وأنتمي إلى وطني مصر. ولا يشعر بقيمة الوطن وبمفهوم الوطن إلا المغتربون الذين يعيشون في وطن آخر فتكون هناك غربة. لذلك الشعور بالوطن هو شعور يجب على كل دولة أن تنميه في الشباب، خاصة في الدول التي يسمونها دول العالم الثالث، حيث الشباب يريد أن يخرج من هذه الدول إلى دول أخرى في الغرب، وما يدفعه إلى ذلك إلا الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها هذه البلدان. فأنا أعطي أهمية شديدة للمناهج الدراسية في كل الدول التي يطلق عليها الدول العربية الإسلامية، حتى ننمي لدى الشباب الشعور بالوطن وبالمواطنة، وبأن الوطن هو الوطن الأم، وإن مهما اقتربنا وانتقلنا إلى دول أخرى فنشعر بالحنين إلى الوطن الأم. شكرا. فيجب تنمية هذا الشعور وهذا الانتماء للوطن لدى الشباب بتنقية المناهج الدراسية. شكرا الله لك. والتربية السلام، لأن أساس المواطنة هي التي تركز وتدعم السلام في كل وطن. شكرا لك فضيلة الأستاذة الدكتورة فوزية عشماوي على هذه الكلمة، وفعلا منهجية قوية جدا، والنقش أو التربية في الصغر كالنقش على الحجر كما يقال، والبداية دائما من المنظومة التربوية وتربية النشأ. الأخ الكريم في آخر المجلس مختصرا إذا سمحت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ زياد نجيب عياسي من فلسطين. طبعا الشكر أولا لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة الذي سنح لنا الوجود في هذا المكان وإقامة مثل هكذا مؤتمرات، وكذلك الشكر موصول لمعالي وزير الأوقاف فلسطين الدكتور حاتم البكري، وكذلك الدكتور محمود الهباش قاضي القضاء. طبعا الوطن هو البطن الثاني الذي يحمل الإنسان بعد بطن أمه، وقد قارن الله تبارك وتعالى بين القتل وبين الخروج من الوطن فقال: ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. وخير الناس وأنفع الناس من كان أنفع الناس لبلده ووطنه. وبارك الله فيكم على كلامكم الرقيق الرقراق القوي الدفاق المقنع الممتع. شكر الله لك يا خطيب فلسطين، شكر الله لك على هذه الكلمات المشجعة، وكلمة البطن الثاني كلمة حلوة جميلة يعني، ولكن صدقني لا معنى للبطن الأول إذا لم يكن البطن الثاني موجودا، لأن الأم حين تحمل وليدها لا يمكن لها أن تربي وليدها إلا على نسمات ذلك الوطن و مائه وغذائه، فمنه يكسى ومنه يعني يشبع وفيه يرتوي. فالوطن يبقى فكاكه عن الإنسان مستحيلا حتى تخرج روحه، وإن خرجت روحه فهو يطلب وطنه كي يكون له فيه شبر فيدفن فيه، وكم يعز على الإنسان ألا يوجد له قبر في وطنه. شكر الله لك أخي الكريم، تفضل. ما قبل الأخير أعطوه المايك. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر المنصة، الأساتذة الكرام وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور يوسف وزير الأوقاف الجزائري الشقيق، والأستاذ الدكتور أيضا محمد البشاري، وإن شاء الله الإخوة جميعا. يعني في الحقيقة الوطن والوطنية والمواطنة هي عبارة تشير إلى المسكن الذي يوجد فيه الإنسان. يعني المشكلة هي كيف نعمل على تعزيز الثقافة الوطنية، لأنها هي المؤسس لعقد المواطنة، وبالتالي فإن الجماعة المتطرفة في الحقيقة استغلت غياب العلماء والمؤسسات الدينية والإعلام وما إلى غير ذلك، فبثت في عقول الشباب يعني فكر رفض الدولة، رفض الرؤساء، رفض الملوك، رفض كل ما يصل له علاقة أيضا بعقد المواطنة. وبالتالي فإن المحاضن الأساسية التي يمكن من خلالها أن نعمل على تعزيز قيم الثقافة الوطنية هي تكمن في الأسرة، وتكمن في التعليم بجميع مراحله، وتكمن في المساجد أيضا، لأنها دور روحي يمكن أن تسهم في تعزيز هذه القيم. يعني الإشكالية هي فقط سؤال بسيط، كيف نعمل تعمل المؤسسات الدينية والعلماء وصلت الفكرة دكتور إلى غير ذلك في تفعيل قيم المواطنة بين الشعوب وبين الدول. شكرا لك دكتور مرزوق من هولندا على هذه الكلمة، وفعلا سؤال دقيق شبيه بما ذكرته الدكتورة فوزية، وهذا من نفحات المدرسة الغربية التي تعيشون فيها. هناك انضباط في والتدقيق، وليس معنى ذلك أن المشرق ليس فيه، ولكن أحببت أن أنوه بما اقترح من أسئلة ومن برامج. خاتمة العقد، فلسطين الوطن الذي لا يحب كثيرون أن يعترفوا لهم بهذا الوطن. فضيلة الأستاذ الدكتور الهباش وهو مستشار سيد رئيس دولة فلسطين، مرحبا بكم معاليك، تفضل في كلمة الله. كذلك حياك الله دكتور يوسف، بارك الله فيك، بارك الله في جميع الإخوة، وشكرا لمصر على هذه السانحة. الحقيقة أنا لا أريد أن أتكلم كثيرا، ولكن أضع بعض العبارات للتفكير والبحث والاستفاضة في البحث والنقاش. أولا، أليس غريبا أنه بينما الآخرون
يحرصون على بناء وتقوية دولهم، نجد من بيننا من يعمل على تفكيك دولنا؟ أمر غريب، الغرب والعالم كله يعمل على تقوية الدول وعلى رفضها بكل أسباب القوة والمنع والاستمرار، بينما البعض يريد أن يفكك الدول العربية والإسلامية لصالح أفكار عائمة لا تستطيع أن تجد لها ضابط. هذا أمر غريب، ولعله لا يبتعد كثيرا عن المآرب الغربية والاستعمارية. الأمر الثاني في موضوع الدولة الوطنية، ربما نكون نحن في فلسطين الأكثر ألما بسبب غياب الدولة الوطنية، بسبب أننا نعاني من احتلال دولتنا ومن عدم وجود سيادة وطنية على أرضنا بسبب الاحتلال وبسبب الاستعمار. ولذلك من الواجب علينا ونحن أصحاب معاناة أن نقول لإخواننا في كل العالم الإسلامي: حافظوا على دولكم، حافظوا على قوتها. المسلم الصالح هو المواطن الصالح، المسلم الصالح هو المواطن الصالح. وإذا وقعت الدول لا قدر الله ستقع الأمة وربما يضيع الدين. النقطة الثالثة والأخيرة بإيجاز دكتور، في مفهوم الدول يجب أن نحافظ أو تحترم سيادة الدول على نفسها وعلى أرضها وعلى شعوبها، وألا يكون هناك أي نوع من التدخل في شؤونها الداخلية، لأن أهل مكة أدرى بشعابها. وفي نفس الوقت نحن في فلسطين بلد ودولة محتلة، لا يجوز أن نترك وحدنا لنواجه مصيرنا ولنواجه عدونا الذي لا يرحم، وإنما ينبغي على كل العالم الذي يحترم مفهوم الدولة ومفهوم الإنسانية أن يقف معنا، وفي المقدمة إخواننا العرب والمسلمون. شكرا لك معاليك، بارك الله فيك على هذه الكلمة المتوجة لهذا اللقاء. لإن كان لنا سيدي وطن نسكن فيه، فإن لنا وطنا يسكن فينا وهي فلسطين. شكر الله لجميع المتدخلين والأخت الكريمة المتدخلة، وبقي لنا من الوقت بعد نهاية الوقت، يعني نسمح للجماعة نصف دقيقة لكل واحد منكم. سمي الله وكل بيمينك وكل بيمينك، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر الرئيس جلسة على إدارة هذه الجلسة وكذلك المستمعين، جزاكم الله خيرا. أخوكم شعبان رمضان، مفتي جمهورية أوغندا التي المسلمون فيها أقلية في حدود 15 مليون مسلم ومسلمة من مجموع سكان 44 مليون، وكلهم سنيون ولله الحمد. ونشكر الله على أن في أوغندا حرية العبادة وليس هناك أي ضغط على أي ديانة، وجزاكم الله خيرا ودعوا لنا، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا لك، تفضل شيخ رشاد. جزاك الله خير، صراحة استفدنا كثير من هذه اللقاء ومن المؤتمر. مرة أخرى نريد أن نشكر إخواننا في مصر على تنظيم هذا المؤتمر الرائع، وصراحة نحن في روسيا أيضا نستفيد من مثل هذه اللقاءات والمؤتمرات، لأن في روسيا كما تعرفون أيضا عدد مسلمين كثير وهم مواطنين أكثر من 25 مليون، يعني تقريبا 18% من عدد السكان روسيا، ويوميا يزداد. و 30 عام عندنا الحمد لله حرية دينية، وهناك فعاليات كثير حتى يكون المواطن مسلم هو ناجح وموفق، وهناك يعني تجربة كبيرة. ومرة أخرى نشكر جميع، وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله. بارك الله فيك، يلا.
بسم الله. أيوة نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بعجالة رد على أخي وحبيبي وأستاذنا وشيخي أبو الهنود، أنا قلت وأعيد وأكرر، ليس لا يوجد في كتب التراث الإسلامي مصطلح الدولة مقرون بالإسلامية. أني الآن تسمى دولة إسلامية، دولة فاطمية، دولة على وزن الملوخية، هذه مسألة لا مشاحتها في الاصطلاح، لكن كمصطلح مقرون بهذا، كشعار تحمله الجماعات، هذا ما عندنا فتورة فيه. عندي قواعد حكم، نعم، وهذا نقاش حول موضوع العدل، حتى هو نقاش كبير بين الشيخ عبد الله المدرس الشيخ عبد الله بن بيه اللي أخذ من كانت حول جدلية السلم والعدل. أما الموضوع الثاني يا جماعة، أنبه إلى هذا الموضوع، بالله عليكم اسمعوا واعوا، لم أجد في الاتفاقيات المبرمة بين بعض الدول العربية وبين إسرائيل مصطلح الديانة الإبراهيمية، الذي قال بالمصطلح الديانة الإبراهيمية هي جماعة الإخوة المسلمين من خلال قناة مكملين وطن يشنون حربا على قيادات عربية. هل سوف تجدون أنتم مسيحي يتخلى عن دينه من أجلك أنت؟ أنت تجد يهودي بيتخلى عن دينه من أجل ديانة أخرى؟ بتظنوا بأن المسلم يتخلى عن دينه من أجل ديانة جديدة؟ هذا كذب وافتراء، هذا كذب وافتراء. ليس هناك أي مشروع لما يسمى بالديانة الإبراهيمية. شكرا يا دكتور محمد، بارك الله فيك. آخر متحدثين. أيه. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بس هرد على سيادة المستشار للرئيس الفلسطيني وأقول له أن الكلمة التي تفضلت بها من حيث تضامن العالم العربي مع دولة فلسطين، مصر حكومة وشعبا مع القضية الفلسطينية على مختلف العصور وخاصة في هذا العهد. وأحب أقول لك أنه أنا كانت عرضت علي قضية وأنا في منصة القضاء لقبر حاخام يهودي موجود في مدينة البحيرة، وحب الناس ان هم يرفعوا قضية وعايزين ينقلوا هذا القبر الى اسرائيل، فتدخلت بعض الطلبات الاسرائيلية وعايزين ينقلوه الى القدس، فانا كتبت هذا الحكم، وده من الاحكام الشهيرة، قضية مولد الحاخام اليهودي ابو حصيرة، وقلت فيه ان هو لن يذهب لاسرائيل، يفضل في مصر، لان مصر بلد التسامح الديني، ولا يمكن لمصر انها ترفض قبر حاخام حتى ولو كان يهودي، لان الرسول عليه الصلاة والسلام لما مر جنازة لرجل يهودي قال اوليست نفسا. ورفضت انها تروح القدس، وكتبت في قلب الحكم انه لا يجوز، وعملت بحث دقيق في القانون الدولي عن انه لا يجوز الاستجابة لدولة غاصبة، لأن القدس أرض فلسطين العربية، وبالتالي لا يجوز أن احنا نستجيب لهذا الطلب ويفضل موجود عندنا في مصر. شكرا 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 معاليك، بارك الله فيكم. أشكر السادة الحضور على المنصة على ما أفادوا به، وأشكر أيضا عنايتكم وجنابكم على كريم الإصغاء والصبر والتفاعل مع المتدخلين في هذا اليوم المبارك. أحببت أن أشكر معالي وزير الأوقاف دكتور محمد مختار جمعة، رئيس المجلس الإسلامي للشؤون الإسلامية ورئيس المؤتمر، وأشكره أيضا على الكلمة التي وشح بها هذا المؤتمر صبيحة هذا اليوم نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء، والمتوج هذا اليوم وهذا اللقاء المبارك برعاية سامية لفخامة رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة سيد عبد الفتاح السيسي. مشكورين جميعا على حسن التفاعل مع هذا الموضوع. وقبل أن أختم هذا اللقاء وأفسح المجال لزميلي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله النجار وهو عضو مجمع البحوث الإسلامية، حتى يبتلى مثل ما ابتليت به أنا في رئاسة هذه الجلسة وإدارتها، ولكنه خبير بدون شك في مثل هذه
النوازل وهي نازلة عندنا في الفقه المالكي. أحببت أن أذكر كلمة ذكرها إمامنا وإمام الإصلاح عندنا في الجزائر العلامة الشيخ عبد الحميد ابن باديس عليه رحمة الله، وهو يشرح موطأ الإمام مالك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: بريقة بعضنا وتربة أرضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. والنبي عليه الصلاة والسلام أخذ من ريقه الشريف وأخذ من تربة المدينة بأصبعه الطاهر الكريم ويضعه على المريض فيشفى. فقال سيدنا عبد الحميد بن بديس عليه رحمة الله، قال: إن تربة الوطن تشفي العليل والمريض. وليت أن المحدثين وضعوا هذا الحديث ليس في باب الرقى ولكن في باب حب الأوطان. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.